السلام عليكم. عندما خرج الحوثيون من حي الجحملية كان من أوائل من عاد إليها من المدنيين الذين طردتهم الميليشيا من بيوتهم. أراد أن يحرس بيته وبيوت جيرانه ويحميها من اللصوص الذين يكملون مهام التخريب ويسرقون كل شيء. لم يكن المكان آمناً، ولأنهم أدركوا أن هذا الحي سيكون بعيداً من مناظير قناصاتهم، فقد حرصوا على خلق أسباب للموت والمعاناة من خلال شبكات الألغام التي زرعوها ليكون المدنيون من السكان ضحيتها. كان هذا المواطن مراً في الطريق إلى بيته، وخوفاً من أن يدهس زهرة نبتت على قارعة الطريق وقعت رجله على لغم، تمنى معه لو كان في حلم، لكنه لم يكن حلماً للأسف. قصة الجريح المدني وليد حسان في الفيلم التالي، نشاهد معاً ثم نعود. أنا مدني، لا أشترك في الحرب لا في جانب الحوثة ولا بجانب الإقامة. أنا مدني وأمشي موظف في الكهرباء، كنا وحتى المعاشات إحنا لم نستلم من أول الفترة ما فيش معاشات، والحمد لله على قدر الموجود عايشين. رحت أتفقد البيوت حقنا، وأنا ماشي مروح من البيوت، فأنا ماشي بالطريق هذه وأنا طالع وصلت للمرحلة التبة هذه، وأنا ماشي في شجر فحبيت أن أدعس فوق الشجرة الوردة، دعست بجانب الورد، ما دعست اللوم غمضت عيني. هنا أول ما دعست اللوم غمضت عيني، قلت والله ما قالوا حلم. فإذا حسيت أشوف نفسي بغير عالم، بغير العالم، داخل غمامة سوداء. هذه الغمامة السوداء شكلها غريب من أول مرة، وصوت اللغم أنا كنت أتوقع صوت اللغم من النوع الكبير، يعني بحيث إنه يعبوا لي الأذى، في ذلك سمعت صوت ضعيف جدا. أنا خارج من البيت، كنت خارج من البيت بخرج الحارة، سمعت صوت انفجار، حسبت ضربت هاون، شفت الشظاء وشفت اللحم حق وليد بتطير في الجو تمام، ومع اختبيت ورا جدر، كنت أقول إنه يعني الشظايا، شفت ما في شظايا طرحت جنبي، ما في صوت حديد، ما في صوت حاجة ثقيلة، قلت هذا أكيد لغم. ظهرت كذا شفت أشوف وليد قدم مبطوح مرجوم هناك، نزلت لعنده ما استرت أسعف، ولأني أنا ما أيضا في مكسور أنا في رجلي، فقال لي لا يستطيع أن يقوم بعملية إسعافيه بحكم رجله معورة، فقام قلبه يستدعي أصدقائه، فذهب يستدعي أصدقائه. فإذا وأنا في هذه اللحظات خطر في بالي أربعة أشخاص وقت الانفجار، هم الوالد والوالدة والزوجة والأخ الأكبر. هذا خطروا في بالي كيف يكون رد فعلهم عندما يسمعوا ما حصل لي. فخرجت الحارة، دعيت للعيال واستدعيتهم وخرجنا واسعفنا على طول المستشفى العسكري. فإذا أنظر إليهم من مكان بعيد، فإذا لم يستطيع أحد منهم الحضور، لم يقرأوا أن يقدموا إلى مكان من الانفجار خوفا من الألغام المتبقية. فإذا أحد من الأشخاص منهم برغم أنه قالوا لي أنه من النوع الذي إذا شاف دم يدوخ، مع ذلك سبحان الله الباري أعطاه القوة وحضر إلي وقام باسمه، فأخذني وأخرجني من مكان الانفجار وعطاني وطرحني بمكان على جنب. هو أحد المدنيين طبعا كان عائدا إلى منزله، وأثناء عودته إلى منزله أصيب بأحد الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثي. الألغام هنا موجودة، زرعوها الحوثة في هذا المنطقة كامل، وعند البيوت هنا تحت البيوت حرق الحشيش في الوادي، هذا حرق الحشيش وقرح لغم، وطلعوا العسكر من النقطة وخرجوا لغم جنب اللغم هذاك، وامس طلعونا بشوعة فريق الألغام ما جاش، الفريق الرسمي بالجهاز لحد الآن ما جاء. الألغام مليان، الألغام جميع البيوت في جنبها ألغام، أينما كان المواجهة أخذ التماس في ألغام، وإن شاء الله توصل الأفراق النزع الألغام إلى هذه المنطقة، برغم منطقة الآن بدأت أهل عدد السكان لداخلها. في سكان عادوا نعم، لأن آخر واحد نزوح مش عكس لما تكون في بيتك. بعد خروجي من المستشفى جلست حوالي شهر، وصلت للمستشفى مركز الأطراف، وتم استقبالي من قبل المدير الكيز والمعاملين، وشافوا البتر
وجابوا عمل عمليه ضمور الجزء المبتور حتى نتمكن من عمل عمليه الاطراف. ومن ذلك الوقت استمريت عندهم التواصل معهم في عدة جلسات، وذلك لعملية التدريب وتدليك الطرف لكي يناسب عملية الرجل الصناعي. والله أنا كنت من النوع الذي يحب التحرك، كنت ما أعرفش أجلس بالبيت مستقر أو أجلس ثامت، إما أتحرك أروح أزور الأقارب أو أعمل حاجة أشغل نفسي بأي حاجة. دائما لما الجلوس في البيت هذا عندي أجاءت الآن حكاية الإعاقة هذه وقفتني كثير، خليتني زي الذي مشلول كذا، تحس حركتك غير مقودة. انتو بالليل هذا اخرج اتمشي، اخرج اروح ازور اسمه، الان بالليل خلاص اصلي المغرب اقعد بالبيت، لان خرجتي بالليل غير خرجتي بالنهار. بعد النهار اشوف قدامي اتحرك بالعصا، بالليل وخاصه بالوضع الحالي ما عادش نسرق الاضاءه ولا اسمه، لان لو سرقت اضاءه ممكن يضرب عليك بالمضاد والحمد لله. وقد رحتنا المؤسسة الشهيد بحيث سمعت انهم يجيبوا اطراف المانيه، قدمنا لهم فجابوا حوالي 17 طرف الماني ذا، بس لاحظت انهم يهتموا بحكايه الجرح الجيش اكثر من جرح المدنيين. مع ذلك وعدوني انه ان شاء الله يكون الاسم موجود بالدفعه الثانيه، قلنا ان شاء الله. وهو الدكتوره خديجه ما قصرت تعمل الكل، والحمد لله قدمنا الملف من جميع الملف كامل لديهم، وان شاء الله الباري اذا كتب لنا طرف من الأطراف الحديثة فخير وبركة. حاليا بصدد إن شاء الله تطوير المركز. من قبل كنا نعمل بأطراف، هذه الأطراف موادها مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حاليا إن شاء الله سيتم تطوير هذا المركز بأطراف حديثة. هناك وعود من عدة جهات ولازلنا ننتظر هذه الوعود، وإن شاء الله قريبا خلال شهر إلى شهر نص سنكون بدأنا مرحلة جديدة في مركز الأطراف الصناعية. أنا الآن ساكن بالمكان الوحيد الذي لم تصله حسوى قذائف بسيطة، قمت بتنظيفه وإعداده للسكن والحمد لله. وأما الأدوار الثاني والثالث والرابع فكما تشاهد مدمرة نهائيا، من حريق من قذائف، حتى إلى الآن بعض الأحيان تحصل إلى اسمه مضاد طيران تضرب ظهره، وإذا حصلت شبكات قوية يصل القذائف من هاونات أنت في منطقة خطيرة ومعرض للقذائف؟ لا لا بالفعل، أنا قبل يمكن 3 أسابيع أو 4 أسابيع حصل حتى أنه وصل هاون أمام البيت، حصل الهاونات وصل القذائف، وصل القذيفة وأنا أمشي منتقل للبيت وهي أعلي من بحيث أن أحد قال إجري، قلت له كيف اجري؟ مش يمكن انا اجري حسب جزعتي بالاسم، فمشيت بالراحه وهي قاعده علي منها شظايا للجنب الحمد لله والبيس. ان تكون مدنيا او جريحا او معاقا او ايا كانت حالتك فانت ما تزال هدفا للقذائف، وان تفقد قدمك بلغم زرعته الميليشيا في طريقك الى منزلك هذا لا يعني انك قد نجوت، فما زال امامك وحولك الكثير من الالغام. هذا هو حال المدنيين في الأحياء المحررة بمدينة تعز، بل وفي كل مكان تغادره الميليشيا فهي لا تكف عن زراعة الألغام، وقد رأينا ضحايا مدنيين في مأرب وفي الجوف وغيرها من الأماكن التي ابتلي أهلها بوصول الميليشيا إلى مناطقهم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ينضم إلينا بعده الدكتور منصور الوازعي مدير مركز الأطراف الصناعية والتأهيل الطبيعي والناشطة الحقوقية والاجتماعية حياة الذبحاني، ابقوا معنا.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من مدينة تعز الدكتور منصور الوازعي مدير مركز الأطراف الصناعية والتأهيل الطبيعي بتعز والناشطة الحقوقية حياة الذبحاني. وأبدأ معك دكتور منصور. أهلا وسهلا بكم. دكتور منصور، كم هم ضحايا الحرب في مدينة تعز من مبتوري الأطراف؟ أهلا وسهلا بكم، شكرا لقناة بلقيس لتخصيصها هذه الزاوية لجرحى تعز. طبعا في حقيقة الأمر مبتوري الأطراف وصل الرقم إلى ما يقارب 544 حالة، منها ما يقارب 400 حالة استقبلها مركز الأطراف الصناعية والتأهيل الطبيعي في محافظة تعز. نعم. طبعا من شريحة الجرحى تعتبر أهم وأهم وأبرز شريحة هي شريحة المبتورين والمشلولين. طبعا في هذا المركز نحن نستقبل حالات عدة، كما ذكرنا كانت أبرزها هي المبتورين. مبتوري الأطراف طبعا ضمن هذه 400 حالة ما يقارب 42 حالة من شريحة الأطفال، وبقية المبتورين تقريبا 80% من بقية الرقم هم من فئة الشباب. نعم. ما هي الأسباب المباشرة لهذه الإصابات؟ الأسباب المباشرة طبعا أهم سبب هو تقريبا 70% من الحالات هي بسبب ألغام أرضية. نعم. الأسباب الأخرى هي بسبب القذائف العشوائية التي تقام لشية الحوثي على مدينة تعز. أيضا هناك أيضا إصابات مباشرة، هناك حالات قمص أيضا وصلت مبعثتها إلى بس. نعم. إذن 70% من الحالات والأسباب التي أدت إلى بتر أطراف هؤلاء هي من الألغام. ماذا عن المركز؟ هل هو مجهز لاستقبال هذه الحالات ولديه يعني الوسائل على الأقل في الحدود الدنيا اللازمة؟ طبعا المركز إلى حد ما مجهز، ليس تجهيز كامل، لكن بالحد التي بالإمكان نقول 50 إلى 60%. هناك مشاكل جمة تواجهنا في أنه نستقبل حالات كثيرة. نعم. كم هائل من الحالات، طبعا هذه الحالات فوق طاقتنا. من هذا الشهر أنا حاولت الاعتماد فترة مسائية ولأمل للتخفيف من الضغط الحاصل. طبعا هناك إذا لديكم أيضا يعني فوق النقص بالإمكانيات نقص في الكوادر أيضا؟ لا، الكادر لدينا كادر مؤهل تأهيل جيد سواء داخليا وخارجيا، لكن ما ينقصنا هو الإمكانيات. نعم. إمكانيات مادية، إمكانيات أيضا في توفير المواد التي نعمل على تصنيع الأطراف الصناعية منها. نعم. نحن حاليا نعمل على دعم جزئي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن إذا أنتم تقومون باستقبال، دكتور منصور أنتم تقومون باستقبال الحالات ومعالجتها وأيضا صناعة أطراف تعويضية؟ نعم، نحن نستقبل الحالة، يتم استقبال الحالة وعمل أسسمنت تقييم للحالة، بعد كذا الحالة تخضع لتمارين ريهابليتيشن تأهيل. نعم. طبيعي، علاج طبيعي بعض الحالات، بعد كذا تبدأ مرحلة تركيب الطرف الصناعي لمن هم يحتاجون أطراف صناعية لفئة المبتورين. نعم. دكتور منصور اسمح لي بالانتقال إلى سيدة حياة الذبحاني. سيدة حياة، ما هي المشاريع الموجهة لخدمة فئة مبتوري الأطراف من ضحايا هذه الحرب؟ نعم، في البداية مرحبا بكم وبكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. أهلا وسهلا. في حقيقة الأمر مركز الأطراف الصناعية في مستشفى الثورة بالتحديد يجب أن يدعم هذا المركز بكل احتياجاته، لأن هذا المركز هو صمام أمان الجرحى المبتورين. مركز يناله ما يناله من الإهمال والخذلان، وهذا ينعكس سلبيا على جرحى هذه المدينة. نحن أمام 539 من الجرحى المبتورين، و44 زاد الرقم 5 سيدة حياة، و44. نعم. نحن حتى اللحظة طبعا هناك بعض آليات البتر التي تكون موجودة في القرى، لكنها لا تصل إلينا البيانات والمعلومات إلى سجل الأرشفة هنا في مؤسسة رعاية الجرحى وأسر الشهداء. وحتى اللحظة من تتواجد لدينا بياناتهم هم 539 من الجرحى المبتورين. أنا ما أريد أن أقوله هنا هو
يجب على المنظمات العاملة في المجال الطبي والصحي أن تولي هذا المركز جل الاهتمام. المركز مجهز بكامل تجهيزاته، ولكنه ينقصه الدعم المالي وكذلك المواد الخام، وأضف كذلك إلى العقود التي يجب أن تكون من الدولة لهذا المركز، وبالتحديد يجب أن تتعاون معهم اللجنة الطبية الموكلة إليها هنا الأمور في مدينة. أنتم سيدة حياة، ما الذي تقدمونه؟ أنتم يعني أنت والعديد من الناشطين والجهاز المنظمات المجتمع المدني، ما الذي تقدمونه لهذا المركز؟ في الأمر أمام كم هائل من الوجع هنا في مدينة تعز. صحيح. نحن مؤسسة رعاية، أنا أتحدث إليكم باسم مؤسسة رعاية، نحن أمام 35,000 من الجرحى، لم نستطع أن نقوم بواجباتنا كما ينبغي أن نقوم تجاه كل الأطراف. صحيح. في الأمر نعتمد على الدعم من فاعلي الخير، لكننا نستطيع أن نحاول في إنقاذ الجريح المبتور في إعطائه مبالغ مالية يستطيع أن يشتري من خلالها العلاج أو الدواء، نستطيع أن نوفر للجرحى المبتورين كراسي كهربائية متحركة، نستطيع أن نوفر لهم كذلك للبعض العكاكيز، نستطيع أن نوفر كذلك الكراسي العادية، لكننا لا نستطيع أن نقوم بدعم مركز الأطراف على الوجه الخاص، لأن تركيب الطرف الصناعي في حقيقة الأمر ربما يتكلف القدم الواحدة ما يقارب $5,000، ونحن مؤسسة خيرية تعتمد على إيراداتنا من فاعلي الخير. نعم. إذا وجد الدعم نستطيع أن ندعم بالشيء الميسور، لكن إذا لم يكن الدعم فنحن نقف عاجزين أمام هذه المعاناة الكبيرة، وبالتحديد معاناة الجرحى المبتورين. فعلا نحن أمام أيادي تقطع وأقدام تبتر وجرح تتعفن وخذلان بشتى أنواع الخذلان للجرحى بشكل عام هنا في مدينة تعز، لكننا نراهن على الدكتور أمين محافظ محافظة تعز وعلى اللجنة الطبية بقيادة الدكتورة إيلان عبد الحق، ونتمنى منهم أن يولوا هذا الملف جل الاهتمام وأن يدعم مركز الأطراف الصناعية بقيادة الدكتورة الرائع منصورة الوزعي، لأنهم سينجزون الكثير. هذا المركز رسم كثير من البسمات وأعاد كثير من الأمل إلى نفسيات الجرحى والأبطال والنساء الذين بترت أقدامهم بهذه الإمكانيات البسيطة. كيف لو دعم هذا المركز سيكون يعني شيء رائع جدا على مستوى نفسيات الجرحى ومستوى نفسيات أهاليهم صغارهم أمهاتهم زوجاتهم، بل نحن كمدينة تعز بشكل عام سنسعد كثيرا حينما يدعم هذا المركز ويقوم بدوره الذي وجد من أجله. صحيح. دعيني أعود لدكتور منصور. دكتور منصور، ما هي أبرز احتياجاتكم في مركز الأطراف؟ طبعا أبرز الاحتياجات هي تطوير المركز بأطراف صناعية ذاتية الحركة هيدروليكية. نحن نعمل بأطراف ليست متطورة كما يجب. كما تحدث فئة معظم المبتورين هم من فئة الشباب، لكن هؤلاء الفئة بحاجة إلى أطراف ذاتية الحركة تمكنهم من العودة إلى أنشطتهم بكل أريحية. نعم. نحن هنا نعاني أيضا من نقص في المواد المحلية التي ننتج منها الأطراف الصناعية، نقص مواد محلية نحتاجها، لكن أيضا هناك بعض التعاون. الأستاذة حياة الدمحاني مشكورة ما قصرت معنا، دعمتنا أكثر من مرة وهي لا زالت تحاول جاهدة أيضا لتذليل الصعاب، وهي على تواصل دائم معنا. نعم. الدكتورة إيلان أيضا وكيلة المحافظة للشؤون الصحية رئيس اللجنة الطبية أيضا على تواصل دائم وتحاول أيضا عمل اللازم. بالضبط. هذا ما كنت أسألك عن دور الجهات الرسمية، يعني برغم أن الجميع في ظرف حرب، لكن يفترض أنهم المعنيين بشكل رئيسي وأساسي بدعمكم. ماذا عن وزارة الصحة؟ ماذا عن الحكومة الشرعية؟ ماذا عن السلطات المحلية بمحافظة تعز؟ وكيف تقوم بمساعدتكم؟ طبعا إذا ما تحدثنا عن الحكومة الشرعية وعن دعم وزارة الصحة، حتى اللحظة منذ إعادة افتتاح المركز في شهر 5/2016 لم يصلنا أي دعم حكومي. هناك وعود من الحكومة الشرعية إن شاء الله ترى النور في الأيام القادمة. وخلال هذه الفترة قمتم بمعالجة 544 حالة، أقصد مساعدة هؤلاء.
طبعا بالنسبه لحاله المبتورين من اجمالي 544 حاله استقبلنا ما يقارب 400 حاله في المركز. هذا بالنسبه للمبتورين الاطراف. اما بالنسبه لجلسه العلاج دون دعم هذه الاعداد هذه المئات هذه المئات دكتور منصور قمتم بمساعدتها دون دعم حكومي حتى الان؟ نعم دون اي دعم حكومي. طبعا كان في البدايه افتتاح المركز كان عن طريق مبادره معهد النقهر ممثله بالاستاذ عصام عبد الحميد البتراء الذي نوجه له الف شكر وتقدير من خلال برنامجكم. طبعا مبادره معهد النقهر اعادت افتتاح المركز وصيانته استمرت 7 اشهر. بعدها مبادره انقاذ استمرت لمده 3 اشهر. بعدها الصليب الاحمر الدولي بعد تواصلي معهم استطعت اقناعهم بدعم حافز وايضا بعض شراء بعض المواد المحليه وايضا ارسال المواد الخارجيه لتصنيع الاطراف. الصليب الاحمر مستمر معنا منذ 8 اشهر لكن اعتقد في طريقه الى ايقاف هذا الحافز نظرا لعدم لا اعرف ما هي الاسباب. هل يمكن ان يعني تتواصلوا معه عبر الجهات الرسميه عبر وزاره الصحه ل يعني الطلب للصليب الاحمر ان تستمر خدماته لهذا المركز على الاقل يعني يفيدوكم برسائل بمذكرات بهذه التواصلات ان لم يكن هناك دعم مباشر؟ طبعا لدينا تواصل مستمر مع وزاره الصحه مع مكتب الصحه العامه والسكان محافظه سعد ايضا دكتور عبد الرحيم السامعي ايضا يحاول معنا باستمرار هو ايضا يتواصل مع الصليب الاحمر الدولي. نعم. نتمنى ان يستمر عقد الصليب الاحمر الدولي. نتمنى ان تثمر جهود الدكتور السامعي ايضا في هذا التواصل. نعود للسيده حياه الذبحاني. سيده حياه سمعتي ما نعم. ما دار حول عدم وجود اي دعم حكومي للمركز، كيف يمكن تقييم دور الجهات الرسميه في التعامل مع مركز بهذه الاهميه؟ نعم في البداية أن الدور الحكومي ودور وزارة الصحة يكاد يكون منعدم تماما. نحن خرجنا في وقفات احتجاجية وبحث أصواتنا في شوارع المدينة ونحن نناجي وزارة الصحة لأن تنظر إلى جرحى مدينة سعد بالتحديد وإلى الجرحى المبتورين. خرجنا كذلك في وقفات احتجاجية تناجي إسقاط وزير الصحة لخذلانه لملف جرحى سعد بالتحديد. لماذا لا يساوى جرحى مدينة سعد ببقية جرحى المحافظات الأخرى ولماذا ينالهم هذا الإهمال والتهميش؟ أنا استغل الفرصة هنا لأحيي الأستاذة توكل كرمال التي استجابت لنا ووفرت لنا مركز العلاج الطبيعي مركز رعاية الذي كلفنا آلاف الدولارات في مدينة سعد وهو المركز يشتغل منذ ما يقارب السنة والنصف وقد عالج الكثير من الحالات في مدينة سعد. كان كل العلاج في هذا المركز بالمجان لجرحى مدينة سعد كعرفان من الأستاذة توكل كرمال لجرحى هذه المدينة هي التي استجابت لنا. يجب أن نكون ممتنين وأن نضع النقاط على سيدة حياة ما هي الخدمات التي أو الحكومة واستجابت لنا بالتحديد الأستاذة توكل كرمال. أنا أحييها وأحيي نعم كل الشكر كل الشكر والتحايا والسر والإرسال من كل جرحى مدينة سعد الذين استفادوا من هذا المركز والذي يعمل هذا المركز حتى اللحظه بكل امكانياته المتاحه وقد رسم فرح وسرور ليس فقط على وجود جرحى مدينه سعد بل على الجرحى المعاقين الذين لا توجد مراكز متخصصه كمثل هذا المركز الذي دعم. نكرر مره اخرى مناسبتنا للرئيس هادي ولوزاره الصحه وللمعلمين ولمحافظ المحافظه وللدكتوره ايمان ولكل من يعنى بامر جرحى مدينه سعد أنهم إذا لم يتحركوا لانتشال الجرحى مما هم فيه فهم شركاء حقيقيون لما يحدث للجرحى في مدينة سعد ونحن نحملهم مسؤولية ذلك والتاريخ يكتب. ماذا عن مساعدة الجرحى يعني والمستفيدين من هذا المركز بعد أن ينهوا العلاج؟ هل هناك أي برامج لديكم موجهة لهم؟ نعم هناك مبادرات طوعية في التأهيل والدعم النفسي لأن من يفقد قدمه ومن يفقد قدميه من تفقد قدمها الجريحة جميلة من الشعب التي زارتني قبل البارحة إلى مؤسسة رعاية مدمرة نفسية تماما. يجب أن توجد مراكز تدريبية تأهيلية نفسية
لدمج هذه الشريحة في المجتمع ولرفع معنوياتهم وللأخذ بأيديهم لكي يروا النور في حياة تكسب لهم جميع حقوقهم. هؤلاء الجرحى أصبحوا الآن معاقين، لديهم أسر تنتظر منهم لقمة العيش. إضافة إلى ما تفضلت به عن الإعاقة النفسية التي يعانيها من يتعرضون لهذه الحوادث وهذه الجرائم والانتهاكات في الحقيقة التي تؤدي إلى بتر أطرافهم، نعود للدكتور منصور. دكتور منصور، ما هي الآثار النفسية التي تواجهونها مع هؤلاء الجرحى التي تلمسونها لديهم يعني؟ أوكي، بالحقيقة قبل العودة إلى قبل الحديث عن الآثار النفسية، أيضا في موضوع الصليب الأحمر أحب أعقب أنه أيضا وكيلة المحافظة للشؤون الصحية والجرحى الدكتورة إيلان محمد عبد الحق رئيس اللجنة الطبية أيضا تتواصل وتبذل جهود كبيرة أيضا نتمنى لهم التوفيق في إقناعهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي مع كل الجهات من أجل دعم هذا المركز. طبعا الدكتور أمين أحمد محمود أيضا محافظ المحافظة متفاعل جدا معنا، ونتمنى أن نرى أيضا دعم مستقبلي وهناك تفاؤل كبير. إذا ما تحدثنا عن الجانب النفسي، طبعا الجانب النفسي هناك آثار صعبة جدا. نحن هنا نواجه حالات نهدد أكثر من مرة، طبعا في اليوم أحيانا يصل التهديد لنا إلى 3 مرات في القنابل برمي القنابل علينا تهديد، هذا كله بسبب الآثار النفسية للجرحى. تهديد من قبل من؟ من قبل الجرحى أنفسهم؟ أدرى دكتور يعني نعم. التهديدات هذه التي تصلكم من الجرحى أنفسهم أم من ذويهم أم من آخرين؟ لا، التهديدات هي بسبب الحالة النفسية التي وصل إليها المريض. نعم، هو يعاني من حالة نفسية يعني مقعد في البيت ما يقارب 2 إلى 3 أشهر غير قادر على مشاركة المجتمع أنشطته. صحيح، فنحن بهذا الاتجاه نعذر المريض إنه لأنه يعاني من حالة نفسية جمة، لكن ايضا نتمنى ان يتم ايجاد حلول. انا حاليا بدات بعمل دورات تاهيل نفسي لبعض المفتورين. جميل. بدات عمل تقريبا دوره واحده برعايه مؤسسه شهيد، لكن ايضا عملنا ل20 مفتور دوره، لكن ايضا ينتظرنا ما يقارب 500 مفتور. نحن بحاجه الى تاهيل نفسي لكل هذه الحالات. فعلا، ايضا بسبب افتتاح قسم التاهيل النفسي هنا في المركز، لكن كما اسلفت الامكانيات صعبه، انا غير قادر على ايجاد حافز لطبيب نفسي من اجل ان ياتي ويعمل معنا 2 يوم في الأسبوع، لكنها ان شاء الله مستقبلا تكون ترى النور هذه الخطه. دكتور منصور، كل الشكر لكم وللجهود التي تقومون بها ايضا للسيده حياه، كل العرفان والامتنان على كل الجهود التي تبذلونها لمساعده الضحايا والمحتاجين في مدينه تعز. إذن كنتما معي من مدينة تعز الدكتور منصور الوازعي مدير مركز الأطراف الصناعية والتأهيل الطبيعي بتعز، والناشطة الحقوقية حياة الدبحاني. شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. وليد حسان وكل الضحايا تم الرصد، في أمان الله.